صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج بنت المرضعة؟ يقول صلى الله عليكم: امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج ابن المرضع؟ يتزوج بنت المرضع؟ نعم صلى الله عليه. لا، لأنه يصير عم لها، يصير عم لها، لأن المرضع أخو له من الرضاع، وهذه بنته، يكون عم لها من الرضاع. نعم.